وقاعد هو كيتفرج في الماتش ديال النصارى واليهود في وقت الصلاه، ما يمكنش. عيب وعار. واه انت ها الصلاه الكره، فضلت الكره على الصلاه، أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ بحال اليهود جاب لهم الله المن والسلوى وتيقلبوا على العدس والفول، ها تيقلبوا على العدس والفول باش يتبوشوا لهم المصارم. هكا واقع لنا حنا دروك، جاب لنا الله الصلاة والحجاب والحياة والدين، حنا كنقلبوا على العرى والمسخ والتفسخ. لا تلهيكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. ايضا الله سبحانه وتعالى تيقول في دوك الناس اللي ماشي ما كيصليوش، هذا كيصلي لكن تيخرج الصلاه على وقتها، تيقول فيهم الله في القران الكريم فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. واحد الانسان كيخلي الصبح حتى الثمانية، ولا كيخلي المغرب حتى العشاء، ولا كيخلي الصلاه كلها تيبين عس وكيتكركب، نويتو الصبح، نويتو الظهر، نويتو العصر، نويتو المغرب، نويتو العشاء، نويتو النبق، اش نويتي؟ اش كتضحك على الله ولا كتضحك على راسك؟ ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. راه اللي خرج واحد الصلاه على وقتها من غير عذر راه وقع في الكفر. راه الوقت ما سهلاش، راه العباده هذه، راه الدين هذا، راه امانه عظيمه. راه أمانة عرضها الله على السماوات والجبال وخافوا منها وهزيناها حنايا وشديناها حنايا. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. كيسها تتلقى المرأة مع شي مسلسل ولا مع شي فيلم. دابا راه كثير هذا الشيء، لا كثره الله، المسلسل التركي، المسلسل المكسيكي، المسلسل المصري، المسلسل بالدارجة، المسلسل بالشلحة، الناس اللي كثروا. اربطوا عباد الله، اربطوا لهم الايمان ديالهم وعقدوا لهم رجليهم. قناه كتنسف قناه، اغنيه كتتبع اغنيه، فضيحه كتتبع فضيحه، والناس قاعده وكتصفق. تيصفقوا للشيطان لاعب على الامه كلها والناس تتصفق الا من رحم الله. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. هذا الانسان اللي ما كيصليش في الوقت توعده الله بالويل كما توعد المشركين. ويل يومئذ للمكذبين إذا قيل لهم اركعوا لا يركعون. كما توعد الله أولئك بالويل توعد هذا بالويل. الويل هو العذاب الشديد. اش داروا هاد الناس؟ ما كيصلوش في الوقت. إما اللي ما كيصليش كاع. ما عمرو ركع عام طار رمضان. إلا هداه الله عاد تيجي. والله راه هداه، لأن شحال واحد يقول لك الله يهدينا. الله راه هداك، راه بين لك. واش ممكن أنت تتبان لك شي حاجة فيها السم وشي حاجة نفعك؟ قلت لك عندك تاكل السم تقول لي الله يهديني، ما غتاكلوش. انا عندك العقل كتميز. واحد بيبيع لك مكانه تدير الفرنك في السوق ويبيع عليك انت ب 100,000، غتقول الله يهديني باش نعرف اش غندير. راه باين، راه باين لك الله عز وجل. الصلاه راه باين لك الله، المواقيت تاعها والاحكام ديالها وامرك بها في القران. لكن انت اللي خصك، انت عندك قدره تمشي تصلي وعندك قدره ما تصليش. الله غيحاسبك على العمل ديالك. الله راه باين لك، قال لك صلي وامرك بالصلاه وامرك بالذكر ديال الله وامرك بالتقوى. راه هذه هي الهدايه، هي البيان. لكن التوفيق هذا كيوفق الله، اللي كيستحق يوفقه، اللي ما فيه غير ما يوفق الله. لذلك الانسان يحرص ان يصلي الصلاه في وقتها. كنتي في المعمل ديالك، في المعمل تاعك صلي. كنتي في المؤسسه كتقري مدرس ولا معلم صلي. كنتي في لوزين صلي. كنتي في الباركو صلي. كنتي في الطائره صلي. كنتي في الباقي صلي كما كاين. ما قدرتش تصلي واقف صلي جالس. ما تقدرش توقف شد في شي بلاصه بحال في السفينه بحال في الباركو تصلي. كنت مريض صلي ناعس ما قادش تضى.